السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ استعينا بالله سبحانه وتعالى بإكمال أو عند الموقف الذي وصلنا إليه، هو البيت الرابع من كلامه رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وحفظ الله شيخنا والسامعين، قال رحمه الله: ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد، فلله كل الحمد والمجد والثناء، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد، تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بعدما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في افتتاح منظومته ثم ابتداؤه رحمه الله بتقرير أنواع التوحيد، بذكر الربوبية والإلهية، وكذلك الإشارة إلى الأسماء والصفات، فهو رحمه الله أراد أن يقرر توحيد الإلهية، لأنه هو المقصود وهو الذي جاءت به الرسل بتوحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وجاءت الرسل بهذا، نوح وهود وصالح وشهيب، كلهم يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يدعونهم إلى هذه الكلمة، وأن هذا هو الواجب، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبودية دون غيره، وأن هذا هو أول واجب على العبيد. أول واجب على العبيد إفراده سبحانه بالتوحيد، إفراده سبحانه بالتوحيد، هذا هو أول واجب على العبيد، وهو الذي ثبت في النصوص المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام حين يبعث الرسل، فإنهم يدعون إلى هذه الكلمة، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس لما أرسل معاذا إلى اليمن، وكذلك رواه مسلم من حديث معاذ نفسه رضي الله عنه في قوله: فليكن أول، فإن إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا أول ما دعاهم إليه أو أمر أن يدعوا إليه. وكذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وكذلك الصحيحين عن أبي هريرة بمعنى حديث ابن عمر، وأخبار كثيرة كلها دلت على هذا الأصل، وأن هذا هو الواجب وشهادة التوحيد، خلافا لأهل الكلام الذين يقولون أول واجب النظر أو أن يقصد إليه ثم ينظر، وهو التفكر في المخلوقات ثم بعد ذلك يتوصل إلى الخالق، بل بلغ ببعضهم الغلو إلى الشك ثم يكون بعد ذلك النظر، وغلى بعضهم ولم يصحح إيمان من لم ينظر هذا النظر، وقال بعضهم أول واجب على العبد إذا بلغ الحلم النظر، وكل هذا مصادم للنصوص. وطريقة المتكلمين ومن على شاكلتهم من الأشاعرة وأمثالهم ومن قبلهم من أهل البدعة والضلال ظلوا في هذا الباب كما ظلوا في غيره،
ولهذا ظلوا في باب التوحيد والعقيدة، وظلوا في باب الأسماء والصفات، ثم ترتب على هذا فساد الفروع التي يفرعونها في باب العمل والطاعات وأنواع الأعمال الواجبة، لأن من فسدت أصوله فسدت فروعه. ولهذا تجد أقوال شاذة يحكيها الفقهاء رحمة الله عليهم عن بعض أئمة هؤلاء في الفقه، أقوال باطلة، أقوال باطلة. وحين ترى الأقوال لأئمة الكلام فإن أهل العلم يحكونهم، لا يحكونهم عند الاتفاق أو لا يحكون خلافهم عند الاتفاق، يحكون خلافهم في حال الخلاف. وخالف فلان، خالف أبو بكر الأصم حتى قال بعضهم إنه عن الحق أصم. وأمثالهم ممن سارها على هذا السبيل فوقع في الضلال المبين. ولهذا المصنف رحمه بيّن أن أول واجب أو أن الواجب هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إنما النظر، وهذا ليس فيه منع النظر والتأمل، لا، المؤمن ينظر، الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، المؤمن يتفكر في الكون، لكنه ليس هو واجب عليه، هو يتفكر ليزداد إيمانا ويقينا على ما هو عليه من التوحيد والعقيدة، ينظر ويتأمل، هذا أمر مطلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآيات ثم رفع طرفه إلى السماء عليه الصلاة والسلام. كذلك على الصحيح يجوز أو يشرع النظر لمن احتاج إليه، يعني إذا كان الكافر يدعوه إليه لم يستجب إلى كلمة التوحيد فقال أمهلوني أنظر، يدل على النظر لا بأس، إذن هو يكون طريقا عند الحاجة، ويدعى إليه من حصل عن شيء من التردد، بل يجب عليه ذلك إذا كان طريقا إلى الوصول حق. لكن أنت حينما تدعوه أول ما تدعوه إلى كلمة التوحيد، فإن لم يستجب وكانت دعوته إلى النظر حتى يكون سببا لإسلام إيمانه هذا لا بأس به. فهذا هو القول الوسط في هذه المسألة. أما القول المتقدم وهو أول واجب على العباد فمحل إجماع من أهل العلم، وأن الدعوة إلى هاتين الكلمتين وأنها أول كلمة يدخل الإنسان بها في الإسلام وآخر كلمة يخرج بها من الدنيا. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهي أول كلمة وآخر كلمة، أول كلمة يدخل بها الإسلام وآخر كلمة يخرج بها من الدنيا، فيرجى له الخير ما دام قد حف حياته من أولها إلى آخرها بهذه الكلمة العظيمة. قال ونشهد أن الله معبودنا الذي، الشهادة كما تقدم على الشيء هي لا تكون إلا بعلم ويقين، مأخوذة من المشاهدة، كأنك تشاهد هذا الشيء وتبصره، لكنه بصر بالقلب ويقين بالقلب لا يتزحزح، هذه هي الشهادة، كأنك تراه بعينيك. ونشهد أن الله سبحانه وتعالى معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرده. العبادة اختلف العلماء في تعريفها وكلها ترجع إلى معنى واحد، والمصنف رحمه الله أشار إلى معنى عظيم وهو أنها كمال الذل مع كمال الحب، كمال الذل مع كمال الحب كما ذكر المصنف رحمه الله. وهذا تعريف القيم رحمه الله، أنها كمال الحب مع كمال الذل، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما له قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان،
كما يقول في النونية رحمه الله. فلا تقوم العبادة إلا بكمال الذل مع كمال الحب، لكن هذا لا يتزن إلا بالخوف، وهذا واضح، لأن الذل كمال الذل والحب لا يكون إلا بالخوف، فهو ذل ولله عز وجل، والذل لله هو غاية العزة بالدين، وكذلك كمال الحب. ولهذا الأركان فيها ثلاثة: الحب وحبه سبحانه وتعالى مع خوفه مع رجائه سبحانه وتعالى. فلا يعبده بالحب وحده ولا بالرجاء وحده ولا بالخوف وحده، بل يجمع بينهما جميعا، فهذا به يستقل وبه يطير، وهذه أجنحة المؤمن التي يطير بها في عبادة ربه سبحانه وتعالى. معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد ذلا له سبحانه وتعالى ونفرده بالعبادة سبحانه وتعالى، وهذا هو تمام العبادة. وذكر ابن القيم رحمه الله أن رحى العبودية يقوم على 15 خصلة، وأن لها أبوابا ثلاثة: بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب واللسان وسائر بقية الجوارح. ويقول رحمه الله: إن الأحكام خمسة. كم الأحكام في الشريعة؟ خمسة. ما هي؟ واجب، إيه؟ مباح. إذن هي خمسة، وهذه الأحكام الخمسة لكل واحد من هذه الأبواب التي يعبد الإنسان بها ربه. فالقلب له هذه الأحكام الخمسة، واللسان له هذه الأحكام الخمسة، والجوارح سيرجع لها الأحكام الخمسة، فيها الواجب وفيها المحرم وفيها المستحب وفيها المكروه وفيها المباح. مثلا اللسان: كلمة التوحيد واجبة، كلمة الشرك محرمة، والغيبة محرمة، والكذب محرم. ومن الأقوال الواجبة في الصلاة، الصلاة مشتملة على أقوال واجبة وأقوال مستحبة، وكذلك ضدها من أقوال محرمة، وقد تكون الأقوال محرمة يعني هي في غير الصلاة مباحة، مثل الكلام، لو تكلم بكلام مباح عمدا كان كلاما محرما، وهو في غير الصلاة من الكلام مباح، أو يكون الكلام مكروها أو يكون مستحبا كما تقدم. كذلك الجوارح، يعني سائر الجوارح، مشيه قد يكون مباحا قد يكون مستحبا، يمشي إلى طاعة إلى طلب العلم، قد يكون واجبا حينما يكون مشيه إلى أمر واجب، مشيه إلى صلاة الجماعة، وكذلك مشيه الحج الواجب عليه، وكذلك مشيه لإنقاذ أخيه المسلم، وقد يكون محرما إذا مشى إلى معصية أو غير ذلك. فالمقصود أن الأحكام الخمسة تكون لهذه الأعضاء: القلب واللسان وسائر الجوارح. يقول رحمه الله: فلله كل الحمد والمجد، كل الحمد والمجد والثناء سبحانه وتعالى، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد، قصد كل إلى الله يقصد، كل إلى الله يقصد، فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد، وهو اتجاهه إلى ربه سبحانه وتعالى. فلله كل الحمد والمجد والثناء، كل الحمد والمجد والثناء. وهذا البيت منه رحمه الله حمد وثناء لله عز وجل، فهو امتثل ما تقدم من قوله:
نخصصه بالحب ذلا ونفرده، ثم قال فلله. هذا لا شك بيت مناسب تمام المناسبة لما تقدم. وهذه العبادة، عبادة الثناء والحمد، من أعظم العبادات، من أعظم، فإنه جمع بين الحمد لله عز وجل وهو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، ثم كرر الحمد، وتكراره هو الثناء، وقال والثناء، ثم ذكر صفات من صفات الجلال وهو المجد، والمجد، المجد هي صفات الجلال، فهو الإخبار عنه سبحانه وتعالى بصفات الجلال والعظمة والكبرياء، ومنه تمجيده سبحانه وتعالى، وهو الاتساع في حمده سبحانه وتعالى وفي ذكره سبحانه وتعالى. ولهذا الفاتحة بنيت على هذا، إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، تكرار الحمد ثناء، ولهذا قال أثنى لأنه كرر الحمد، الحمد لله رب العالمين حمدني، ثم قال أثنى علي عبدي، فإذا كرره فهو الثناء، ثم قال فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، هذه صفة المجد الكبرياء، مالك يوم الدين، لا مالك إلا هو سبحانه وتعالى، ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. فلهذا كان ذكره بهذه الصفات، صفات الجلال والعظمة والكبرياء، كالملك ومالك الملك والقاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده، هذه صفات العظمة والكبرياء له سبحانه وتعالى. ولهذا قال فلله كل الحمد، كل الحمد، كل، هذه يقول علماء الأصول من أوسع صيغ العموم، من أوسع صيغ العموم، وقد ورد هذه اللفظة في بعض الأحاديث، كل الحمد، كلمة كل الحمد في بعض الأحاديث عند أحمد رحمه الله، وجاءت عن حذيفة رضي الله عنه، وجاءت عن صحابي آخر، وإن كانت أسانيده ضعيفة لكن المعنى دلت عليه، مجمع عليه، وأن الحمد له كله، لك الحمد كله في حديث حذيفة، ولك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره سبحانه وتعالى. فالحمد كله لله سبحانه وتعالى، فلله كل الحمد والمجد والثناء. وعلى هذا بنيت الصلاة، الصلاة بنيت على الحمد والثناء والمجد، الصلاة بنيت على هذا، تحمد الله عز وجل وتثني عليه، تحمده وتثني عليه حينما تكبر في الصلاة، الله أكبر، من صفات الجلال والكبرياء لله عز وجل، تدخل في الصلاة وتحرم بها، فيحرم عليك بالتكبير مع النية ما كان حلالا لك قبل ذلك، ثم تقرأ القرآن، تقرأ الفاتحة ويعظم سورة في القرآن، ثم بعد ذلك، أو هي أفضل سور القرآن، ثم بعد ذلك تثني عليه سبحانه وتعالى بدعاء الاستفتاح إلى آخر الصلاة، يكون فيها الدعاء، ويكون في آخرها أيضا الثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء وهو السؤال والطلب، كلها بنيت على هذا. وهذا من أعظم أسباب الإجابة، أعظم أسباب الإجابة وأقرب أبواب الإجابة هو الحمد والثناء عليه سبحانه وتعالى قبل أن تسأله. هذا ورد في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وأعظم ما يحمد به سبحانه وتعالى
هو ما جاء في اسمه الأعظم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا حديث صحيح رواه أحمد وأهل السنن عن بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه بإسناد صحيح، ورواه أبو داود بلفظ قريب عن أنس بإسناد صحيح. اللهم إني أسألك بأنك أنت المنان لا إله إلا أنت. وجاء أيضا عن غيرهما رضي الله عنهم. أما اسم الأعظم ورد في عدة أخبار، لكن قصدي ورد هذا الخبر في حق من قال النبي عليه الصلاة والسلام أدعو تجب، لما قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، اسمه الأعظم. وجاء أيضا في حديث عائشة عند ابن ماجه بسند لا بأس به في كانت تدعو رضي الله عنها والنبي يسمعها، الله قالت اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله أوله وآخره، اللهم إني أسألك من خير كله عاجله وآجله أوله وآخره، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذك من شر ما عاذك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم إني أسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، أسألك من خير ما سألك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ثم قال وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. وفيه أنها قالت يا رسول سألت على اسم الأعظم، قال أما إنه في بعض ما قلت أو في بعض ما ذكرت كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الثناء عليه سبحانه وتعالى هو من أعظم أسباب الإجابة. وفي حديث فضالة بن عبيد حديث مسعود أنه عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو فلم يثني عليه سبحانه وتعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، فقال له أو لغيره، في رواية ابن خزيمة ولغيره، فسر معنى أو هنا بمعنى الواو، ولغيره إذا دعا قال عجل هذا. ثم قال إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي عليه ثم ليدعو. وجاء في حديث مسعود أيضا رضي الله عنه معنى حديث فضالة ابن عبيد. ولهذا المصنف رحمه الله أثنى عليه سبحانه وتعالى، وهذه الكلمات الجامعة العظيمة كانت كلماته عليه الصلاة والسلام خاصة في باب الثناء كلمات جامعة عظيمة، كلمات عظيمة جامعة، كما في حديث ابن عباس اللهم أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد حق، اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. ثم قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما لنت لا إله إلا أنت. ابتدأه بالثناء ثم دعا عليه الصلاة والسلام ثم ختم بالثناء عليه سبحانه وتعالى. وهذا يبين أن الثناء عليه سبحانه وتعالى من أعظم أسباب الإجابة كما تكاثرت بذلك النصوص عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المصنف رحمه فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد، كل إلى الله يقصد، إن كل ما في السماء والأرض إلا آتي الرحمن عبدا يقصده سبحانه وتعالى. أنا ما أدري عن ضبط يقصد قصد يقصد، يحتاج إلى مراجعة، يمكن فيها الوجهان
لأن تعرف الفعل الثلاثي ما له ضابط، إنما يعني له يعني ضوابط اجتهد فيها العلماء أخذوها من كلام العرب في لعله يراجع هذا. فمن أجل كل إلى الله يقصد، كل إلى الله يقصد، فالذين فمن قصده سبحانه وتعالى اختيارا فهو العبد لله حقا، فهو عبد الله حقا الذي يقصده اختيارا سبحانه وتعالى أجاب وأناب، فهذا هو العبد لله عز وجل. ومن أبى فهو عبد لله سبحانه وتعالى لا يخرج عن مشيئته، بل هو تحت قهره وتصرفه، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. فمن قصد إليه إنابة وطاعة فهو عبد الله حقا. ولهذا المصنف رحمه الله أشار إلى هذا المعنى في قوله تسبحه الأملاك والأرض والسماء، وكل جميع الخلق حقا وتحمده، وكل جميع الخلق حقا وتحمده، يعني شاهده بحمد الله. تسبحه الأملاك والأرض والسماء، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العلي الحكيم، سبح لله ما في السماوات والأرض له الملك والحمد على كل شيء قدير، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كذلك تسبح يقول سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبح إنه كان حليما غفورا. قال سبحانه ألم ترى أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. علم، إما أن المعنى علم الله سبحانه وتعالى صلاته، أو أن كل من في الكون قد علم بتعليم الله له علم صلاته وتسبيحه، والله سبحانه عليم بهم وبما يفعلون. تسبح له ما في السماوات والأرض، ولهذا قال تسبحه الأملاك والأرض والسماء، وفي قوله سبحانه ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. كل ما في السماوات يسبح لله سبحانه وتعالى ويسجد له طوعا وكرها، وكل جميع الخلق حقا وتحمد. وهذا التسبيح على الصحيح وظاهر النصوص تسبيح بلسان المقال لا بلسان الحال، بلسان المقال تسبحه سبحانه وتعالى وتحمده، وقد ورد في نصوص ما يدل على هذا المعنى، وأنه سبحانه وتعالى ينطق ما شاء وتنطق الجوارح يوم القيامة بحمده سبحانه وتعالى والثناء عليه والشهادة ما تستشهد به هذه الجوارح. تسبح الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمدوا، تحمده سبحانه وتعالى، كما سبق أن هذا التسبيح بلسان المقال، وإلا لو كان بلسان الحال يعني هي شاهدة بالحال، لكن الكلام في أنها تسبح لها. ولهذا لو كانت بلسان الحال لم يقل سبحانه ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لكن لا تفقهون تسبيحهم. بعض العلماء اجتهد في تفسير التسبيح وأن تسبيح الماء الخرير والباب الصرير، وهذه أقوال لا دليل عليها، لأن الله قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، هو يعلمه سبحانه وتعالى. فكل ما في الكون يسبح بحمده سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف حجرا مكة قال إني لا أعرف حجرا مكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. وقال مسعود رضي الله عنه كما البخاري تعدون الآيات تخويف، تعدون الآيات تخويفا، وكنا نعدها رحمة، كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي رسول الله ونحن نأكله.
نسمع تشبيه الطعام. ورد في هذا أخبار كثيرة، منها أخبار لا تصح، ولكن الصحيح منها قدر كبير في الصحيحين وغيرهما، وقصة الذئب الذي قال من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، هذا أنطقه سبحانه وتعالى. كذلك الحديث الصحيح حديث أنس رضي الله عنه في قصة البعير الذي كان يثني عليه رجل من الأنصار، يعني يستخرج الماء من البئر على هذا البعير، فجاء يوم الأيام لأجل يثني عليه، فوجد البعير هاجة هي هيجانا عظيما، والبعير إذا هاج يخشى منه قد يقتل صاحبه، فأغلق عليه البستان ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكي له الحال، فأخبره بالأمر، فلبس النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وإزاره ثم جاء معه، ثم أراد فتح البستان فقال يا رسول إني أخشى عليك منه، البعير هائج وكان في آخر البستان، فقال لا تخشى، أو قال لا عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما فتح باب البستان جاء البعير يسرع قد وهو واضع جيرانه بالأرض لم يرفع رأسه، فلما وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وضعه تماما في الأرض كأنه يسجد للنبي عليه الصلاة والسلام. وجاءت روايات في هذا الباب، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا يشكي إلي أنك تدئبه، فامسكه صالحا واتركه صالحا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وفي لفظ أن البعير دمعت عيناه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. من علم هذا البعير؟ وعند أحمد بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام ما بين السماء والأرض يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس، كل ما بين السماء يعلم أني رسول الله. وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لآل رسول الله وحش، يعني في بيته عليه الصلاة والسلام وبيوت أزواجه وحش من هذه الحيوانات الوحشية البرية، وكان في البيت أو في بيته عليه الصلاة والسلام يذهب من غرفة إلى غرفة، قالت فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت لزم زاوية فلم يترمرم كراهية أن يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، لزم زاوية حتى لا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، تعلم ذلك يعني قال ذلك وعليه من حاله، من علمه؟ قالت فإذا خرج عليه يشتد يذهب جيئة وذهابا في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ومعلومة، سردها يطول، لكن الشأن هو ما أشار يصنف رحمه الله، وهو أنه سبحانه وتعالى تسبحه الأملاك والأفلاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا، وتحمد تحمده سبحانه وتعالى وتثني عليه، وأن هذا هو الواجب. إذا كانت هذه الأفلاك والسماء وهي غير مكلفة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فكيف بالإنسان المكلف؟ فإنه يجب عليه أن يقوم بهذه العبادة على الوجه الواجب عليه، وأن يعتني بخصوص هذه العبادة وهي حمده وثناؤه سبحانه وتعالى، فإن حمده من أعظم العبادات، كلمات يسيرة لكنها تعدل كلمات كثيرة، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، لما قالتها جويره رضي الله عنها، جويره ولا ميمونة؟
لأنها جويرية الظاهر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقال ما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه مداد كلماته ثلاث مرات. وهذا يبين أن بعض الكلمات العظيمة من الحمد والثناء تعدل شيئا كثيرا. لكن المسلم في باب السؤال والطلب لا بأس أن يفصل، عند باب السؤال والطلب لا بأس من التفصيل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفصل في باب المسألة، لأن السؤال والطلب غير باب الحمد والثناء، ويشرع الإكثار من هذا ومن هذا، لكن في باب السؤال والطلب يكون تذلله بإلحاحه ومبالغته في السؤال. ولهذا النبي عليه السلام كان عند السؤال والطلب يفصل في باب الدعاء: اللهم اغفر ذنبي لي، اللهم اغفر ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. فهذا يعني في باب السؤال والدعاء كان عليه الصلاة والسلام يفصل في المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى: تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذو النقصان جل الموحد، ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد، فليس يطيق العقل كنه صفاته فسلم لما قال الرسول محمد. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يناسب ما تقدم، لأنه لما ذكر الحمد والثناء عليه سبحانه وتعالى وأنه تسبحه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق لله يقصد، وتحمده سبحانه وتعالى تحمده وتقصده بالعبادة، فإن عليك أن تحذر في هذا الباب وأن تكون على أمر متين في هذا الباب العظيم. أولا الحمد بين واضح في الكتاب والسنة، وأن الواجب على العبد أن يحمده سبحانه وتعالى وأن يثني عليه بأسمائه وصفاته، وأن يعلم معاني الأسماء والصفات وأن يؤمن بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يدعوه بأسمائه، يسأله سبحانه وتعالى ويتوسل إليه بأسماء الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى، وأن هذا هو أقرب وأعلى أبواب الدعاء والمسألة حين تسأله سبحانه وتعالى، وأنه الباب الذي يكون به تذلل العبد وكمال حبه لله عز وجل وتمامه، ويكون ممتثلا لما جاءت به النصوص المتقدم شيء منها في هذا الباب. فأنت تحمده سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وتثني عليه بها، لكن عليك أن تعلم أن أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، ولهذا تنزه سبحانه وتعالى بتلك الصفات التي يوصف بها والأسماء التي يسمى بها عن ند وكفء مماثل، فلا ند له ولا كفء له سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه لا ند له ولا كفء له ولا مثل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد،
وقال سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على تنزيهه سبحانه وتعالى. فلا ند له ولا كفء له سبحانه وتعالى، لأنه لا يماثل أحد. فحينما أو حين تدعو وتسأل الله وتحمده وتثني عليه على هذا الوجه، ترتسم المعاني في قلب المسلم ارتساما عظيما. فهذا أمر في باب أسمائه وصفاته، من جهة كيفيتها أمر لا يخطر على بال ولا يدور في خيال لعظمة أسمائه وصفاته. إنما تعلم المعاني لكن لا تعلمها معنى هذه الصفة، صفة السمع والبصر، وأنه يسمع ويبصر وأنه يعلم سبحانه وتعالى كسائر الأسماء والصفات، وأنه كما تقدم استوى على العرش، وأنه ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة، وأنه ينزل فصل القضاء في يوم القيامة، وأنه يجيء سبحانه وتعالى، وأنه يغضب، وأنه يغفر ويرحم. لكن كيفيتها أمر لا يمكن أن يخطر على بال ولا أن يدور في الخيال. فالله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن الخلق كلهم، جميع الخلق منذ خلق الله آدم من أولهم إلى آخره، اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته، كل ما يريد أن يسأله لأعطاهم سبحانه وتعالى، وسمع دعواتهم على اختلاف لهجاتهم ولغاتهم وتعدد واختلاف مطالبهم سبحانه وتعالى. والعباد حينما يصلون ويقرؤون الفاتحة خلف الإمام ويقولوا: ولا الضالين آمين، كذلك في قوله: ولا الضالين آمين، يسمعهم سبحانه وتعالى. ولهذا إذا قال الإمام غير مضمون الله فقولوا آمين، قولوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا قال: تنزه عن ند وكفء مماثل، وعن وصف للنقصان جل الموحد سبحانه وتعالى، جل وتنزه سبحانه وتعالى عن أن يشبه أحدا من خلقه سبحانه وتعالى. وهذا الباب باب عظيم، وهو تنزيه سبحانه وتعالى، لكنه تنزيه لا يكون على وجه التعطيل، وإثبات لا يكون على وجه التمثيل، على حد قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية أصل محكم في هذا الباب، فيها نفي مجمل وقول ليس كمثله شيء، وإثبات مفصل وقوله هو السميع البصير. وهذه قاعدة عظيمة في هذا الباب، وهنا قواعد كثيرة ذكرها العلم مجمع عليها، منها هذه القاعدة، وهو النفي المجمل والإثبات المفصل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. وقد يأتي النفي مفصلا في بعض الآي لإثبات كمال ضده، كما في قوله سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا لأجل إثبات كمال ضده، وهو أنه سبحانه وتعالى هو الحي القيوم
كما قال سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فلهذا لأجل إثبات كمال ضده، وإلا فالنفي المجرد لا مدح فيه ولا ثناء، لكنه يأتي لإثبات كمال ضده. وكما في قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنما القرآن وفي السنة كله يأتي بالإثبات المفصل، وفي مواضع يسيرة جاء النفي المفصل لأجل إثبات كمال ضده. ولهذا طريقة السنة هي هذه الطريقة. أما أهل النفي من المعتزلة والجهمية وكذلك الأشاعرة، النفي المفصل ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، وهذه طريقة مخالفة للقرآن ولما جاء في السنة في الأحاديث الكثيرة التي فيها إثبات مفصل في باب الأسماء والصفات لله عز وجل، بل بدعوته بها والثناء عليه بها. هذا لا يكون إلا بالعلم بالمعاني التي يدعو بها المسلم، فيدعوه سبحانه وتعالى ويعلم معاني هذه الأسماء، فهو يعلم أنه السميع يسمع أقوال عباده، والبصير يبصر أعمالهم يبصرهم سبحانه وتعالى، وكذلك العليم يعمل أحوالهم. هذا سيأتي لشرح إليه إن شاء الله في كلام المصنف في أبيات تأتي. قال تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد سبحانه وتعالى. فهذه قاعدة كما تقدم في هذا الباب. قاعدة ثانية، قاعدة ثانية وهي تؤخذ من قوله في البيت الذي بعده ونثبت أخبار الصفات جميعها، ونثبت أخبار الصفات جميعها بلا استثناء. هذا رد على الأشاعرة ورد على المعتزلة والجهمية، لكن هو أخص بالرد على الأشاعرة، أخص بالرد على الأشاعرة والمعتزلة أيضا والمعتزلة والجهمية، لكن هم اختلفوا. ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد. وهذا الشطر شطر عظيم، هذا فيه بيان أن التأويل الذي عليه هؤلاء الخالفون المخالفون للكتاب والسنة وإجماع الأمة والفطر والعقول الصحيحة، أن تأويله في الحقيقة جحد لمعانيها، فهو تحريف عند التأمل والنظر. وكان كثير من السلف يسميه اللعب، لعب بالألفاظ. قل أبي الله وآياته ورسوله كنت تستهزئون، هذا نوع لعب. لكن هناك فرق بين من يقصد اللعب وبين من يكون لازما له، لازما له، لأن بعض هؤلاء من أهل العلم ولا يقصد اللعب لكن يلزمه ذلك، ولازم القول ليس ولازم المذهب ليس بمذهب ما لم يلتزمه. إنما لو تأمل المتأمل منهم ما هو عليه من هذه التأويلات لعلم أنها لعب. ولهذا قال ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد. فهذا رد كما تقدم على الفرق كله، على الجهمية. الجهمية ينفون الأسماء والصفات، يقولون لا يسمع ليس بسميع ولا سمع له ولا بصير ولا بصر له والعياذ بالله، ينفون الاسم والصفة ولا يثبتون إلا ذاتا مطلقة بشرط الإطلاق. والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات،
عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. والأشاعرة تناقضوا، أثبتوا بعض الصفات سمع والبصر والعلم والإرادة والحياة والكلام، أثبت سبعا من الصفات ونفوا ما سواها. وأهل السنة والجماعة أجمعوا على وجوب إثبات جميع الصفات كلها. فقالوا ردا على الجهمية، قولهم هذا قول منابذ للفطر والعقول، هم في الحقيقة عند التأمل لا يثبتون ذاتا لله عز وجل، بل حقيقة قول الجهمية حقيقة قول الدهرية الملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود خالق بل ينكرون، هذا هو حقيقة قولهم. بل قد يكون قول هؤلاء قول أولئك من جهة الفساد، يكون قول الجهم يشد فساد حينما يصفونه وصفا لا يكون به معدوما بل يكون به ممتنع الوجود، ممتنع الوجود، فليس عندهم ذات موجودة، هم يقولون هو ذات موجودة بشرط الإطلاق، يعني لا نقيده بقيد. وقد أجمع العقلاء أن الموجود بشرط الإطلاق لا وجود له في الأعيان، إنما وجوده في الأذهان لا وجود له في الأعيان. هذا يجري على كل الأسماء والصفات، فحينما تقول مثلا العلم والسمع والبصر والإنسان، هذه مسميات، مسميات، هذه المسميات هل لها وجود في الكون؟ لا يمكن أن يوجد إنسان مطلق أو علم مطلق، بل لا بد أن يكون هذا المسمى مضافا، وجود زيد، وجود عمر، علم زيد، علم عمر، يقابله وجود الله عز وجل، علم الله سبحانه وتعالى، سمعه وبصره. فعندك الأمور ثلاثة، أو عندك حينما تطلق الاسم تطلقه إطلاقا بلا قيد، بلا قيد، هذا لا وجود له أبدا، ولا يمكن أن يكون في الوجود شيء بشرط الإطلاق، بل لا بد أن يكون الذي في الوجود شيء موجود. إن كنت تراه مشخصا موجودا، وجود فلان، وجود فلان، علم فلان، في هذه الحالة يكون هذا العلم مختصا بزيد، هذا العلم مختص بعمر، هذه الإنسانية إنسانية زيد، إنسانية عمر، أضفته إليه، أضفته إلى شخص. فعلى هذا قولهم يلزم منه أنه لا وجود لذات الله عز وجل. وعلى التسليم بقولهم، على التسليم بأن قولهم هذا، لو قيل إن قولكم هذا قد يتصور مع بطلانه، يقال لهم إذا كنتم تقولون إن الله يوصف بأن له ذات، طيب إذا كنتم تقولون إن له ذات لماذا لا تثبتون الصفات؟ قالوا إثبات الصفات يلزم منه مشابهة المخلوقات. قلنا أنتم أثبتتم الذات ولم تقولوا تشبه سائر الذوات، فيلزمكم إما أن تنكروا هذه الذات وإما أن تثبت الصفات، لأن الصفات تابعة للذات تحذو حذوها. فكما أنها ذات لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات، إذ الصفات تبع للذات، الصفات تبع للذات. فما دمتم أثبتتم ذاتا فيلزمكم
أيضا أن تثبتوا الصفات وتقولون في الصفات ما قلتم في الذات، إنها صفات لا تشبه صفات غيره من السمع والبصر والعلم والإرادة والحياة. فعند ذلك إما أن يسلموا وإما أن يكابروا ويلتزموا تكذيب النصوص والكفر بها. المعتزلة الذين يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا، أنتم أثبتتم أنه سميع وأنه بصير وأنه عليم، كيف نفيتم السمع والبصر؟ هل يعقل؟ أولا هذا لا يعقل، سميع بلا سمع، أقوال باطلة لا تعقل، تنبو عنها الفطر والعقول، لكن تنزلا على قولكم قلتم إنه سميع، أثبتتم الإسم وقلتم إنه لا يشبه اسم غيره، إذن أثبتوا الصفة كما أثبتتم الاسم، كما أثبتوا الاسم. وبهذا احتج الأشاعرة على المعتزلة حين أنكر المعتزلة السمع والبصر، والأشاعرة يثبتونها هذه الصفات السبع يثبتونها، فقالوا لهم يعني حينما قالوا أنتم تنكرون هذه الصفات فيلزمكم فيما أثبتتموه ما نفيتموه، يلزمكم فيما أثبتتموه ما نفيتموه، لأنكم تثبتون هذه الأسماء على وجه لا يماثل فيها خلقه، إذن أثبتوها على هذا الوجه، على هذا الوجه، لكن حجة الأشاعرة ضعيفة عليهم. قالوا لهم أنتم لماذا لم تثبتوا جميع الصفات؟ استطال عليهم المعتزلة، قالوا أنتم الآن هل طردتم هذه القاعدة أم قصرتموها على سبع صفات؟ قالوا على سبع صفات، ثم تحذلقوا في هذه السبع الصفات، لكن لا ينفعهم. قالوا يلزمكم فيما نفيتموه ما يلزمكم فيما أثبتتموه، أنتم حين أثبتتم هذه السبع الصفات فيلزمكم فيما نفيتموه ما يلزمكم فيما أثبتتموه، أنتم أثبتتم سبع صفات وقلتم إنها على وجه لا يشابه فيها خلقه، لماذا لم تثبتوا بقية الصفات على هذا الوجه؟ فاستطال عليهم المعتزلة فلم يستطيعوا جوابا، ولهذا انكسر باطلهم بردهم على غيرهم، وذلك أن الباطل يبطل بعضه بعضا، الباطل يبطل بعضه بعضا، حجج تخالها حقا وكل كاسر مكسور، هذا كاسر لكن مكسور لا حجة له لأنه متناقض. فسلم قول أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ولهذا احتج أهل السنة على الأشاعرة في هذا الباب وقالوا لهم يلزمكم فيما نفيتموه أو يلزمكم فيما أثبتتموه ما نفيتموه من الصفات، فإما أن تسلكوا مسلك المعتزلة ثم الجهمية أو أن تلتزموا منهج أهل السنة والجماعة أو أن تكابروا، أن لا هذا ولا هذا، إما المكابرة أو التزام الباطل الثاني الذي هم لم يلتزموا لكن يلزمهم، أو أن يعودوا إلى الحق البين المبين في الكتاب والسنة. ولهذا تراه بينا واضحا لا إشكال فيه ولا لبس، بل هو طيب النفوس وشفاؤها. ولهذا قال رحمه الله ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحده،
وهذا يشمل جميع الجاحدين. هؤلاء المؤولون في الحقيقة جاحدون، وإن سموه تأويلا، التأويل له معنيان، إما ما يؤول إليه الشيء، أو التأويل بمعنى التفسير، وهنالك تأويل ثالث بمعنى يعني رجحان الشيء، صرف النص عن ظاهره بدليل. التأويل بمعنى التفسير كقول ابن جرير أقوله في تأويل قول الله سبحانه وتعالى، أو التأويل بمعنى ما يؤول إليه الشيء كقول عائشة رضي الله عنها كان يتأول القرآن أن يعمل فيه، قول يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني أنها آلت إلى ذلك، وكانت رؤيا كانت رؤياه قبل ذلك بسنوات الله أعلم بها. أو التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، وهذا في الحقيقة بيان، نوع من البيان والتفسير، هو نوع من البيان والتفسير، وهذا واقع في الكتاب والسنة، وليس تركا للنصوص بل هو بيان لها، وأمثلته كثيرة ولله الحمد واضحة وبينة. ولهذا مصنف رحمه الله بيّن أنه الواجب والبراءة من كل تأويل من كان يجحد. وهذا الباب باب الأسماء والصفات باب عظيم، ومن أحسن من قرر هذا الباب رحمه الله شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته التدمرية رحمه الله في المقدمة والقواعد السبع، وكثير من المعاني أيضا التي أشار إليها عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله وغيره، ابن خزيمة في كتابه التوحيد، وأئمة كبار رحمة الله عليهم وصاحب الحيدة بيّنوا هذا الأصل بالأدلة والنقول وما دلت عليه العقول الصحيحة والفطر السليمة المستقيمة. ومن قواعد هذا الباب أن ما أخبرنا به سبحانه وتعالى من صفاته وأسماءه نعلمه من وجه ونجهله من وجه، نعلمه من جهة المعنى، كما قال مالك وربيعة رحمة الله عليهم وأجمع عليك السلف، الكيف الاستواء معلوم والكيف مجهول. نعلم الاستواء، العلماء بيّنوا الاستواء كما تقدم وأن من معانيه العلو لله عز وجل، علوه على عرشه، لكن كيفيته لا نعلمه. الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، فنعلم الصفة من وجه ونجهلها من وجه. أخبرنا سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته، عن نزوله في أسمائه وصفاته الذاتية التي لا تنفك عن التي لا ينفك عنها سبحانه وتعالى، وكذلك الذاتية الفعلية، ذاتية مثل الكلام، وفعلية معنى أنه يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، وكذلك ما كان من أفعاله أو أوصافه الفعلية مثل الاستواء، مثل النزول، ومثل المجيء، هذه صفات فعلية، والفعلية تتعلق بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، فهذه يعلم من وجه ويجهل من وجه. وهذا سيشير المصنف رحمه الله إليه في البيت الذي بعده، فليس يطيق العقل كنه صفاته. كذلك من القواعد في هذا الباب أن أو من الدلالة على هذا الباب كما قال سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال سبحانه ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، لأن تكييف أسمائه وصفاته نوع إحاطة، وقال الله سبحانه قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإذا كان لا يحاط به علما سبحانه وتعالى فالتكييف ينافي هذا، بل بعض المخلوقات أنت لا تحيط بها،
الشمس لا يحيط بها الإنسان، سائر مخلوقات عظيمة لا يحيط بها الإنسان، فكيف بالله عز وجل سبحانه وتعالى؟ من القواعد في هذا الباب، في باب إثبات الأسماء والصفات، أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يلزم منه التماثل في الحقيقة. الاشتراك في الاسم المطلق لا يلزم منه التماثل في الحقيقة، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية له قال: لا يلزم من تماثل واتفاق الاسمين عند الإطلاق وعدم التقييد، وعدم التقييد لا يلزم منه تماثلهما، لا يلزم منه اتفاقهما عند التقييد والتخصيص. فالأسماء عند الإطلاق وعدم التخصيص لا يلزم منه اتفاقهما عند التخصيص والتقييد. فالاسم له معنى عند الإطلاق وله معنى عند التقييد والتخصيص، بل قال: فضلاً عن أن يلزم عنه اتحادهما. فالأسماء العامة مثل الأسماء التي وصف الله بها نفسه ووصف بها عباده، الله سبحانه وصف نفسه بأنه سميع بصير، وقال في الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، والله سميع بصير. فلا يلزم من اتفاق الاسمين في الاسم في مسمى الاسم أن يتماثلا، أن يتماثلا فضلا عن أن يتحدا، لأن هذا الاسم، لأن كل صفة الله عز وجل وصف بها نفسه وهي لعباده لها ثلاث إطلاقات: إطلاق بشرط الإطلاق، مثل ما تقدم نقول سمع وبصر وعلم ونزول واستواء بدون أن نضيفه، وله إطلاق آخر بأن نقول علم الله وعلم زيد وعلم عمر، فهو حالة الإطلاق هذا لا يعقل إلا في الأذهان ولا يعقل في الأعيان، لكن نستفيد منه حال الإطلاق، حال الإطلاق نستفيد منه قدرا مشتركا، نفهم منه مسمى هذا الاسم، نفهم منه مسمى هذا الاسم. فالعلم له إطلاق بغير تقييد، بغير إضافة إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى العبد، وله وصف آخر بأن يقال علم الله وعلم العبد. فعند التقييد ينتفي الاشتراك، ينتفي الاشتراك، فكل اسمين بينهما قدر مشترك بينهما، بينهما قدر مشترك بينهما، وبينهما قدر فارق، بينهما قدر مشترك وبينهما قدر فارق. هذا القدر المشترك يعلم عند الإطلاق بلا تقييد، نقول علم وسمع وبصر، هذا نثبته، هذا القدر المشترك وهو مسمى العلم والسمع والبصر فلا ننكره، لكن عند الإضافة والتقييد ما لله يختص بالله وما لمخلوقات وما لخلقه يختص بخلقه. فلهذا بهذا القدر المشترك علمنا مسمى هذه الأسماء والصفات، مسمى هذه الأسماء والصفات. فلذا حين يضاف إليه سبحانه وتعالى فلا مثل له ولا ند له
ولا كفء له سبحانه، ليس كمثله شيء، ولهذا قال ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير، ووصف عبده بأنه سميع بصير ويقول ليس كمثله شيء، لأنه أضاف السمع إليه والبصر إليه، وأضاف السمع إلى عبده والبصر إلى عبده، فسمع العبد وبصره سمع سبقه العدم. لم إنا خلقنا شيء من نطفة، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، وكان قبل ذلك لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، ثم خلق بعد ذلك فهو مسبوق بالعدم، ثم يتلوه الموت والفناء ويعتريه الضعف والمرض والعجز يعتريه، فهذه أوصاف نقص. وتقدم أنه سبحانه وتعالى عن وصف ذي النقصان جل الموحد، فالذي للعبد يختص بالعبد، والذي لله يختص بالله، وعند الإطلاق بلا إضافة ولا تخصيص نفهم هذا القدر المشترك، ولهذا نؤمن بعلم الله حقيقة وبسمع الله حقيقة، وأنه يعلم ما في السماء والأرض سبحانه وتعالى، ومن حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، بيّن هذا سبحانه فصله. لكن كيفية هذه الصفات هذا مما لا يعلمه العباد، وكما تقدم هذا أمر لا يخطر على بال كما يقول شيخ الإسلام، ولا يدور في خيال، ولا يدور في الخيال، لأن صفاته سبحانه وتعالى على الوصف الذي وصف به نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وعلى هذا ينتفي اشتراك الاشتراك فيما يختص به المخلوق مما يختص به الخالق سبحانه وتعالى، فما يختص المخلوق لا يشرك الخالق، وما يختص به سبحانه وتعالى لا يشركه فيه المخلوق، فلا شبه ولا مثل له ولا ند له سبحانه وتعالى في هذا الباب كما تقدم. أهل الباطل والضلال يبالغون في باب النفي والإنكار حتى يؤدي بهم إلى مخالفة المحسوسات والمعقولات، ويقول شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كلامه رحمه الله يقول إنهم أهل الجهالات المشبهة بالمعقولات، وأنهم يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات، يسفسطون في العقليات، حقيقة أصل هؤلاء أو حقيقة أصول هؤلاء القوم مبني على أصلين، إن كانت معقولات فإنهم يسفسطون فيها، والسفسطة معناها الحكمة المموهة التي لا حقيقة لها، هذه معنى السفسطائية، حكمة مموهة، فهي سفسطة في العقليات، ويقرمطون في السمعيات. القرمطة قرمط الشيء يعني إذا محقه وأزاله، والقرمطة أصلها دقة الشيء حتى لا يكاد يرى، مما ينقل عن ابن رجب رحمه الله أنه قال لبعض علماء زمانه إما أنه من أصحابه أو من طلابه نسيته الآن، تراجع في ترجمة ابن رجب رحمه الله، أنه اختصر كتابا لبعض أهل العلم، فقال له ابن رجب وكان شديدا في هذا الباب رحمه الله، وكان يوصي بكتب السلف كثيرا وعدم التعرض لها بالاختصار، بل تنقل وتقرأ إلا إذا كان على وجه التحرير لها والتحقيق، قال له وأنكر عليه قد قرمطت العلم، قد قرمطت العلم أي أنك يعني جعلته مقرمطا غير واضح، غير واضح، لأن كلام السلف كله نور وكله هدى، وكلامهم قليل لكن علمهم كثير رحمة الله عليهم، علمهم كثير بخلاف المتأخرين
كلامهم كثير والعلم أقل. بل بنى هذا رحمه الله، جعله مع متأخر الصحابة مع متقدميهم، وجعله مع التابعين مع الصحابة، ثم قال ولم يزل الأمر في ازدياد إلى يومنا هذا، وكما قال رحمه الله في كتابه فضل علم السلف على الخلف. فلهذا هذا نوع قرمطة في السمعيات، حتى تجرأ الفلاسفة الملاحدة الدهريون على الإسلاميين الذين ينتسبون الإسلام من هؤلاء المبتدعين، جرؤوهم عليهم، بل جرؤوهم على الدين وعلى النصوص، فأنكروا البعث والمعاد، لأن الفلاسفة يجعلون النصوص هذه من باب التخيل، من باب التخيل، وهؤلاء يحملون النصوص على ما يعتقدونه من التأويل. فقال لهم الفلاسفة النصوص الواردة في الأسماء والصفات أكثر وأوضح من النصوص الواردة في البعث والنشور وما أشبه ذلك، في النصوص الواردة في أسمائه وصفاته وتوحيده وإلهيته، يعني شيئا من هذا. قالوا إن هذه أوضح، فإذا جاز لكم هذا وحل لكم هذا فنحن أولى بذلك، يعني لماذا تمنعوننا من أن نقول هذا ويحل لكم ويجوز لكم هذا؟ فلم يستطيعوا ردا على ما حجوهم به. وهذا مثل ما تقدم في احتجاج الأشاعرة على المعتزلة، فألزموهم إما أن يكونوا على طريقتهم أو أن يتركوا طريقتهم، يعني أن ينفوا نفيا مطلقا في باب الصفات أو أن يوافقوا غيرهم في الإثبات. وكذلك احتج بذلك الجهمية على المعتزلة في هذا الباب، لكن حجة أهل السنة قائمة على الجميع، فأبطلت أقوالهم كلها. وهذا من باب الحجاج في النظر، كما قال الشيخ رحمه الله تأمل هداك الله، هذا من باب الاحتجاج بالنظر، وإلا فأقوالهم باطلة في النصوص، فالإنسان لا يحتاج ما دام النصوص وردت فالواجب تسليم بها. إنما هم يحتج عليهم بما قرروا من قواعد، فالباطل يبطل بعضه بعضا، لأنه على شفا جرف انهار، ينهار بصاحبه في الدنيا. وهنالك قواعد في هذا الباب ذكرها أهل العلم رحمة الله عليهم، وسبق الإشارة إلى شيء من هذا، لكن من حيث الجملة أهل السنة وسط في هذا الباب، فأثبتوا ما جاءت به النصوص على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى جميع الأسماء والصفات، ونفوا ما نفاه سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، وما سكت عنه الكتاب والسنة فإنهم يسكتون عنه. ثم قال المصنف رحمه الله في نظمه: فليس يطيق العقل كنه صفاته، فسلم لما قال الرسول محمد. هذا سبق الإشارات إليه، وهو نفي لأن يطيق العقل حقيقة الصفات، وهذا أصل في هذا الباب، أصل في هذا الباب، وهو أنه سبحانه وتعالى له الأسماء والصفات العظيمة التي تثبت على وجه الكمال والتمام له سبحانه وتعالى دون أن يعرف كنهها وحقيقتها. وهذا يبين أن العقل له حدود، أن العقل له حدود، وأن العقل حينما يعقله صاحبه يدل على الله ويكون مرشدا له إلى الطريق المستقيم. فإذا تعدى العقل حدوده
ضل وأضل، وهذا هو واقع أهل الباطل. ويقال فسلم لما قال الرسول محمد، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة أمرهم. الواجب هو التسليم. فالشارع يجيء بمحارات العقول لا بمحالاتها. فقال ما قال العقل ينكر أو أن العقل يعني يتوقف، لا، العقل يجب أن يسلم، يجب أن يسلم بما جاءت به النصوص. فحين لا يدرك عقل الإنسان هذا الشيء فليقل سمعنا وأطعنا. الشارع كما قال العلماء يأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها، مع أن الشريعة جميعها إلا في مسائل خاصة وأبواب خاصة كلها جاءت بالحكمة، والله حكيم عليم، وهو العليم الحكيم، وكان الله عليما حكيما سبحانه وتعالى. فهي شريعة الحكمة والخير والرحمة. وقد يأتي ما لا يدرك العقل، وخاصة في هذا الباب الذي شرحه المصنف رحمه الله، وهو باب الكيفية، فإنه لا يعقله العقل ولا يدركه، لكن لا يحيله. بل هذا شاهد في كثير من الأمور التي هي من صنع أهل الدنيا، قد يقع على بعض الأجهزة أو بعض المعارف أو النظريات التي عقله يحار فيها، يحار فيها، لكن عقله لا ينكرها، لأنه يعلم أن حيرته ليس لأن العقل يحيلها، لا، لأن العقل لم يدرك هذا الشيء، فلهذا يتوقف. ويقول بعضهم احترم عقلي ولا يقدم على شيء هو لا يدركه، لكن بعض الناس في باب الشريعة يريد أن يتمحل ويقول عقلي لم يدرك هذا الشيء، مع أن غيره أدرك هذا الشيء. لكن حين يكون الأمر يتعلق بأمر دنياه يقول احترم عقلي، تقول لماذا لم تقول هذا في هذا الشيء؟ يقول لا نحتقل. فهو يحترم عقله إلا حينما يكون الأمر في باب النصوص، فإنه يخترق هذا السياج ويكسر هذا الحاجز. وكسره في الحقيقة كسر لسياج دينه وخطر عليه والعياذ بالله، لأنه لم يحترم عقله. وهذا مثل ما تقدم أنه يتوقف في الأمور التي لا يدركها ولا يفهمها ويرى أن هذا من العقل والحكمة، لكن حينما يأتي في مسائل الدين يقحم عقله، مع أن بعض هذه الأمور واضحة وبينة، لكن لقلة علمه وعدم معرفة الشريعة يحصل منه مثل هذا القول الذي ينكره أهل العلم عليه وعلى أمثاله. وهنالك أمور كما تقدم يقف العقل أمامها عاجزا مسلما. وقد مثل شيخ الإسلام رحمه الله وغيره أو هو رحمه الله العقل مع الشرع بالعام مع المفتي في كلام الله رحمه الله، وعله يأتي شرحه وبيانه. نقف عند هذا ونكمل غد إن شاء الله.